ارتفع على بركة الأجياد الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر شوط مفتوح الدرجات متنافسة في آخر أشواط موسم المصيف على مساهمة نادي الفروسية شوط للمبيع جياد وفراس الإنتاج الانطلاقة نشاهدها هنا سريعة تمر الخيل من أمام المنصة الرئيسية وناش يتصدر الجياد المشاركة طويل القامة في اللحاق في المركز الثاني فيما المحاولات نشاهدها من عيون سمو كذلك هي الأخرى تحاول اللحاق في هذا الشوط ومستضيف يسير إلى المركز الثاني ولا زال ناش يقود الصدارة يقود الانطلاقة في هذا الشوط فيما مستفيض يلاحق في ثاني المراكز وطويل القامة ابن موفق مع لويس موراليس نشاهده في المركز الثالث وهذا ناش المتصدر الذي انطلق من جهاز الانطلاق أولا ابن علم مع أحمد الأزهري في لحق من مستفيض وطويل القامة في ثالث المراكز الخيل مع بعضها البعض ولا زال نشاهد هنا ريم الغزلان تأتي هنا وهنا للمركز الخامس والمحاولات للتقدم نشاهدها من قبل محبوبة عالية على ما يبدو من الخارج تحاول التقدم وكذلك من أمسى في غمار المنافسة وناش لا زال يقود الصدارة يقود الانطلاقة في هذا الشوط وشاهد ضبح والآخر يحاول التقدم مع شبل جاش من الخارج والمحاولات كذلك من الماوين للتقدم وناش لا زال يقود الانطلاقة في لحق من منومسا بجوار السياج تحاول التقدم الآن للمركز الأول منومسا هنا نشاهدها الفرس الحمراء البالغة من العمر خمس سنوات ابنة يو أند آي فور إيفر تندفع إلى الصدارة إلى المركز الأول مع المنعطف الأخير الأربعمائة متر الأخيرة من سيخطف آخر أشواط الموسم المصيف نومسا ابنة يوان داي فور ايفر في ظهورها الخامس مع ريان الطويرش توسع الفارق وتبتعد ريان يستحث للهروب اكثر واكثر نومسا تنهي اشواط المصيف الف مبروك لحسن صادق حسن الشويش فوز نومسا في هذا